السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome everyone to my video. النهاردة في الفيديو ده بتاعنا النهاردة إن شاء الله هنستكمل وإياكم بقية شرح الدرس اللي احنا شرحناه في اللقاء السابق في الفيديو اللي موجود فوق ده. لو انتوا ضغطتوا عليها هديكم ايه بداية اللقاء بتاعنا عن الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة. هنتكلم عن حرف اليو او الاي دابليو اللي احنا اتفقنا انه اصواتهم بتنطق او. اتكلمنا قبل كده واختلفنا على كلمة تيوزداي. قلنا في ناس بتقول تيوزداي وفي ناس بتقول تيوزداي، وبينا السبب انه ده قلنا امريكان وقلنا ده ايه بريتش انجليش وده امريكان انجليش زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامكم دي. وقلنا انه احنا لو اتى حرف من الحروف الدي ان اس او الاصوات د ن س او ت ث ز، الأصوات دي لو جاء بعدها حرف اليو أو الإي دابليو قلنا الأمريكان بيقولوا أو، أما البريتش بيقولوا يو زي ما احنا شايفين موضحين أهو في الصورة اللي احنا عرضناها قبل كده وبنعرضها لكم دلوقتي. تمام، يبقى في حروف معينة بتلزمني الأمريكان بينطق بحرف أو، زي مثلا على سبيل المثال كلمة تيوزداي يبقى الأمريكان بيقولها إيه؟ الأمريكان إنجليش تتقال إيه؟ تيوزداي أو، اما البريتش انجليش بيقولها ايه تيوزداي تيوزداي، لوجود هذه الاسباب اللي هي الحروف اللي احنا اتكلمنا عليهم دلوقتي. وكلمه تيوزداي قبل اليو في تي، فعشان كده يخضع لقاعده الامريكان بيقولوا او والبريتش بيقولوا يو. ده اللي احنا شرحناه في اللقاء السابق. ولكن السؤال، هل هناك سبب يجعل ان حرف اليو والاي دبليو ما يتنطقوش الا صوت واحد اللي هو يو؟ في زي ما احنا شايفين في الصوره دي، في اللقاء ده هنوضح امتى ننطق حرف الاي دبليو واليو بننطقهم ايه يو، يعني بريتش بس، يعني الامريكان ما ينطقش الا زي البريتش برضه، يعني يقول ايه يو زي ما احنا شايفين. يبقى احنا هنصلب على مين؟ هنصلب على النطق الامريكان في مع الحرف يو واي دبليو. واضح الكلام؟ يبقى امتى طيب احنا قلنا ممكن يتنطق يو او او مع الحروف اللي احنا قلناها قبل كده؟ النهارده عندنا برضو مجموعه اصوات، الاصوات دي بتلزمنا ان احنا ننطق حرف اليو او الاي دبليو يو وليس او. تمام، ايه هي الحروف؟ زي ما انتم شايفين في اللوحه اللي انا موضحها امامكم اهي، صوت الب، صوت الف، ج، ه، ك، م، ف. الأصوات دي اللي انتوا شايفينها لو جاء بعديها حرف اليو أو الإي دبليو هتتنطق إيه؟ يو، هتتنطق إيه؟ يو. فأنت تبص على حرف اليو تشوف قبليه إيه؟ والله لقيت قبليه حرف البي يبقى هيتنطق يو. لو لقيت قبليه حرف الإف أو الف الصوت الفا يعني هيتنطق ايه برضو يو. يبقى مجموعة الحروف دي او الاصوات دي بتلزمني ان احنا النطق يكون يو سواء امريكان او سواء بريتش. خلي بالك هنا توحدوا، اتوحد النطق هنا. تمام، طيب زي مثلا انا كلمة ايه، هناخد مثلا كلمات اهي توضح لي المعنى اللي احنا اللي بنتكلم عنه. يبقى في الفيديو ده بنقول امتى اليو او الاي دبليو ينطقوا يو بريتش، يعني لا مكان للنطق الامريكاني هنا، الامريكاني والبريطاني ينطقوا يو بسبب وجود هذه الحروف قبل حرف اليو. تمام كده يا جماعه؟ ان شاء الله يكون واضح. طب تعالوا ناخد امثله عشان نوضح المساله كويس. عندك حرف الب او الصوت ب، تعالى زي كلمه ايه؟ ابيوز ابيوز ابيوز، شايفينها؟ هنا قلنا ابيوز ليه؟ شايفين اللون الاحمر اللي هي يو ليه؟ عشان وجود الصوت ب قبليهم. يبقى البريتش البريتش انجلش هتبقى ايه؟ ابيوز. والامريكان انجلش هتبقى ايه؟ برضو ابيوز. خلاص؟ اتفقوا هنا، توحدوا فين؟
في النطق. طبعا ممكن نقول احنا abuse لو بتكلم عن الناون الاسم، لكن هنا قدامي abuse اللي هو ايه الفعل. عندي صوت الف زي كلمة ايه مثلا، كلمة مثلا ايه confuse. شايفين عشان الف قلنا يو. ينفع نقول confuse؟ لا ما تنفعش. ولا ينفعش نقول ايه abuse، تمام؟ abuse confuse، تمام. عندي صوت برضو ج اللي هي ايه argue. طبعا والبريتش بيقولوا ايه عشان الار هنا بعد الا هيقولوا ايه argue، تمام. ينفع نقول argue؟ لا ما تنفعش. ليه؟ بسبب وجود الصوت ج. عندي برضو الصوت ه، لو جاء بعديه حرف اليو هيتنطق ايه يو، زي ايه human. ما بقولش human، لا human، بسبب الصوت ايه ها. عندي ايضا ك، الصوت ك زي كلمة ايه كيوت. وخلي بالك ممكن الصوت يبقى ك باستخدام السي وممكن باستخدام الايه الكي. هنقول ايه كيوت. بس في فيديو عملته انا قبل كده لا يمكن ان احنا نلاقي السي بعديها حرف ايه، حرف الكونسونانت دايما بيجي مع السي، لكن حرف الكي دايما بيجي مع اللي هي الحروف الاي والاي والواي. يعني عندك كيوت، تمام. نطقنا يو. ايضا عندنا ما زي ايه كمبيوتر. شايف ستريس على كمبيو. ايضا الكلمه الاخيره اللي هي حاء صوت الفا فيو. ده العرض بتاعنا بتاع النهارده، ملخص الكلام. يبقى في الفيديو الاولاني اتكلمنا عن امتى يتنطق او يو مع البريتش او مع الامريكان. في الفيديو ده الزمنا حضراتكم ان احنا لازم يتنطق اليو يو وليس او، يعني هيتنطق تقريبا بريتش انجلش وليس للامريكان هنا مكان ينطقوه زي الايه البريتش برضو في هذه الكلمات مع هذه الاصوات. لذلك لو احنا شفنا كلمه واختلفنا عليها نشوف الحرف اللي قبلها ايه. والله الحرف اللي قبلها احد الحروف اللي موجوده امامنا دي يبقى هيتنطق يو. لا قبليه حرف مثلا زي الدي والان والاس بتاعت الفيديو السابق، يبقى هنا الامريكان يقولوا او والبريتش يقولوا يو. ان شاء الله يكون الفيديو واضح وبسيط وفهمتوا منه حاجه باذن الله. وده خلي بالكم بيساعد في عمليه سبوكن انجلش، يعني في التحدث باللغه الانجليزيه. ممكن انت تسمعها كذا وواحد يسمعها تاني نختلف عليها، لا يكون عندنا قاعده اساسيه بنبني عليها صحه الكلام اللي احنا بنقوله. Thank you so much for watching، واتمنى لكم يوما موفقا ان شاء الله. Have a nice day. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.